السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الحنان معكم مثل دائما من القدس. اليوم البث راح يكون قصير شوي لأنه السبت بتبدأ بعد ساعة، بس حبيت أحكي شوي عن الفصل اللي بنقرأ بكرة في الكنيس، الإصحاح 30 إلى 35 من سفر التكوين. اللقاء الكبير، اللقاء الهام بين يعقوب، سيدنا يعقوب، وأخوه عساو. يعقوب سرق البكر من عساو، يعني هو سرق الأولوية من أخوه عساو، وهو الآن يخاف بعد ما طلع من بيت عمه لافان في أرض حران. هناك لقاء مهم جدا. عصاب يتقدم إلى أخوه ومعه جيش فيه 400 شخص، ويعقوب يخاف إنه اللافان، عفوا عصاب اللي غاضب منه راح يقتله ويقتل عشيرته. فيعقوب بيفصل المخيم، أو بيفصل عشيرته وأولاده إلى مخيمين، إلى جزئين، خوفا من انه يقتل كل المخيم او كل العائله. فهو يريد ان ينجي على الاقل نصف العائله، فهو يجهز حاله للكفاح، او يجهز حاله للصراع مع جيش عساف. بس بالاخير بيتم اللقاء، و عساف يقبل يعقوب ببوسه وهم بيتصالحوا. ف هذا بيعنيني انه مرات كتير في حياتنا احنا بنخاف من المستقبل، بنخاف من اللامعروف، وبالاخير لما نوصل لهالمرحلة ومنجهز حالنا نفسيا بنشوف انه الخوف كان وهمي نوعا ما، وانه كل المخاوف وكل التقديرات السيئة كانت خاطئة، أو كانت في رأسنا، وفي الحقيقة ما في عداء، أو أفكارنا عن الغير مش دائما بالضرورة صحيحة. فهذا درس مهم أعتقد ممكن نأخذ من هذا الفصل. الشيء المهم اللي بيصير كمان في الحلقة أو في الجزء اللي بنقرأ بكرة هو تغيير اسم سيدنا يعقوب إلى إسرائيل. فحبيت أقرأ لكم الآيات، الإصحاح 35 آية 9: وتراءى الله ليعقوب أيضا بعدما رجع من فدان أرام فباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لن تسمى بعد اليوم يعقوب، بل إسرائيل يكون اسمك. فسماه إسرائيل. وقال الله: الله أنا الله القدير، إني واكثر أمة وجمهور أمم تخرج منك، وملوك من صلبك يخرجون، والأرض التي أعطيتها لإبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم ارتفع الله عنه في المكان الذي خاطبه فيه. نحن نعلم أن أرض الميعاد أو أرض كنعان ليست ملك لأولاد يعقوب أو لأولاد إسرائيل بدون شروط. يعني وجودنا في هذه الأرض تتعلق ب تصرفاتنا الأخلاقية تجاه باقي الشعوب وتجاه الله والعبادات. فلو إذا عبدنا الله بالطريقة الصحيحة وما وفينا بكل شروط التوراة، فالله لا يعدنا بهذه الأرض، بالعكس يعني يعدنا بالجالية وبترك الأرض وبإبعاد عن الأرض، وهذا اللي حصل فعلا في خراب الهيكلين. فوجودنا هون في الأرض مشروط
بتصرفات الأخلاقية تجاه غيرنا وتجاه شعبنا، وأحيانا اليهود يسمون أو يسمي أنفسهم الشعب المختار. الاختيار مش جيني أو مش تلقائي أو مش وجودي، هو يتعلق بتصرفاتنا وبالقيام بواجبات الله، هو مشروط. فهذا شيء مهم، هذا درس مهم لازم نتذكره حتى نستحق أن يكون اسمنا إسرائيل، بمعنى الشعب اللي صارع مع الناس وتعامل مع الله وقدر عليهم. ويعني وجودنا في ظل الله، وجودنا كحبائب أو كشعب له علاقة مع الله، مشروط بهذه الشروط. ونفس الشيء أعتقد مع باقي الشعوب، يعني حتى تقيم علاقة مع الخالق لازم تتصرف بمسؤولية وبأخلاقية، و تجاه باقي الشعوب وتجاه غيرك وتجاه أسرتك وإلى آخره. فهذا الجزء الأول اللي حبيت أحكي عنه. عفوا، الجزء الثاني حبيت أجاوب على السؤال، لأنه السؤال هذا كتير بيتكرر بأنواع مختلفة. فالسؤال: يقال أن اليهودي لا يغير دينه، فإن صحت هذه المقولة فهل الحق ومعرفة الحقيقة ليست أسمى قيمة معنوية لديكم؟ وهل البحث عن الحق ليس من اهتمامكم؟ وهل أنت مستعد لتغير ديانتك إذا ظهرت لك البراهين على أحقية ديانة أخرى على اليهودية، أم هو أمر مستحيل؟ ولماذا؟ الجواب كالتالي: كل واحد منا خلق وولد في دين معين. الدين مسألة عقائدية نفسية، ليست مسألة منوطة بدلائل علمية. يعني برأيي، وأنا حكيتها أكثر من مرة، الدين مش علم. لو كان الدين علم كنا مجبورين نؤمن في دين معين، وهذا يفقد كل أهمية الدين. لأنه الدين لو هو مثل العلم، مثل غروب الشمس أو شروق الشمس أو قوة الجاذبية، فلا معنى له، أنت المفروض عليك تؤمن. يعني هذا مش إشي اختياري. لا، الدين هو إشي عقائدي. ف نادرا كثير يعني انه الواحد بغير دينه، الدين اللي انولد فيه، لانه هو بيعطي معنى، بيعطي مضمون لهذا الدين، وهو يؤمن به لانه هيك تربى. فنادر كثير انه الواحد يغير دينه. ونفس الشيء معنا، يعني انا بقبل وبحب و بتضامن مع ديني، ديانتي اليهودية، ولكن بنفس الوقت بقدر كل باقي الديانات، وافهم اتفهم انه الواحد اللي انولد في دين معين صعب كتير يتركه. بس هذا الصعوبة مش معناها انه في دليل قطعي او علمي على أحقية هذا الدين. يعني كل الدلائل وكل الآيات اللي بيبعتوا إياها مسيحيين ومسلمين عن وجود المسيح في الآيات، او وجود النبي محمد في هذه الآيات، يعني هذا التفسير يعطي من منطلق أو من مكان إيماني مسلم أو مسيحي. يعني لو قرأت الآيات بعيون بريئة، أو من دون ما تأتي من دين معين، مثلا لو كنت صيني أو ياباني ويعني ملحد وشفت هذه الآيات، هل كنت تتصور إنه المقصود في هذه الآيات المسيح يسوع أو النبي محمد؟ لا، بالتأكيد لا. هذه التفسيرات أتت بعد الاقتناع وبعد الإيمان في هؤلاء الشخصيات. فنحن اليهود لدينا تراثنا، لدينا معتقدنا، فلا نريد أن نغير ديننا. نحن نتبع دين آبائنا وأجدادنا، ونحن مبسوطين في هذا الدين. فبأمل إنه تتفهمون هذا الموضوع. ومحاولات تغيير ديننا محاولات فاشلة، لأنه الدلائل مش مقنعة. حتى الدلائل اليهودية اللي بتحاول مرات تقنع باقي الشعوب
بوجود الله أو بوجود أحقية الأنبياء برضو يعني باعتقادي مش مقنعة. فخلي كل واحد في دينه والله يعينه. شكرا كثير لمتابعتكم، راح أجهز حالي للسبت، فإن شاء الله نشوفكم على خير في البث القادم وفي الحلقة القادمة من مسلسل جارك القريب. تابعونا وعملوا شير ولايك على هذه الصفحة. شكرا شكرا جزيلا لكم، ودمتم دائما في أمان الله.